الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية بمقر الكليات الحربية. الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء كافة الاستعدادات لانطلاق الماراثون الانتخابي، والمرشحون يواصلون جولاتهم قبيل بدء الصمت الانتخابي غدا. دول مجموعة السبع تشيد بدور مصر في تقديم المساعدات لقطاع غزة وتؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمنع النزوح. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية بمقر الكليات الحربية. أعلن ذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. سلام! سلام! شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، حيث كان في استقبال سيادته بمقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. وشاهد السيد الرئيس عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي حصل عليها أثناء تأديته مراحل الاختبارات المختلفة حتى وصوله إلى مرحلة كشف الهيئة. كما ناقش السيد الرئيس الطلبة المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا التي تدور محلياً وإقليمياً ودولياً للوقوف على مدى إدراكهم المعرفي ووعيهم الثقافي، مشيداً بمستوى الوعي الذي أظهره الطلبة ومدى استيعابهم لما تقوم به الدولة المصرية من جهود في كافة المجالات والقضايا. كما حرص سيادته على إطلاع الطلبة على رؤية الدولة بكافة مؤسساتها وسعيها لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري بكافة المجالات، وطالبهم بمداومة الاطلاع المعرفي ومواكبة العلوم الحديثة لبناء الشخصية القادرة على حماية الوطن واستكمال مسيرة التنمية في ظل التحديات والأزمات على مختلف الأصعدة. كما أكد السيد الرئيس أن القوات المسلحة تحرص على انتقاء أفضل الطلبة وفقاً لأحدث المعايير العلمية بعد اجتيازهم كافة الاختبارات بنجاح لينالوا شرف الانضمام للقوات المسلحة. وأوصى السيد الرئيس الطلبة بأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر كجزء أصيل من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة. كما شهد السيد الرئيس بعض ملامح الدورة التدريبية للملتحقين بالنيابة العامة ومجلس الدولة، حيث أكد سيادته أهمية التدريب المستمر لتحقيق التناغم بين جهات الدولة المختلفة وتعزيز التنسيق بينهم، بما يسهم بشكل مباشر في تطوير الأداء وتعزيز الانضباط والوعي، متمنياً للمشاركين في الدورة تحقيق الاستفادة المثلى بما يسهم في تحسين العمل في جميع أجهزة الدولة. قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بجولة تفقدية في المتحف المصري الكبير لمتابعة تطورات الأعمال بالمشروع والتعرف على سير التشغيل التجريبي لعدد من أقسامه. وخلال الجولة أكد رئيس الوزراء أنه سيتابع بشكل أسبوعي ما يتم إنجازه من أعمال بالمتحف خلال الفترة القادمة لافتتاحه بشكل كامل في أقرب وقت. كما تفقد رئيس الوزراء عدة محال بمنطقة الخدمات التجارية بالمتحف.
وعقب تفقده المتحف المصري الكبير، توجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى منطقة مصر القديمة لمتابعة سير العمل بمشروع حدائق الفسطاط. واستهل رئيس الوزراء جولته بالمشروع بالإشارة إلى حرصه على المتابعة المستمرة لهذه المشروعات المهمة التي يستهدف تحويل منطقة الفسطاط إلى منتزه بيئي وسياحي وثقافي أمام الزوار، بما تمثله الحديقة من إطلالة على تاريخ مصر لتصبح مقصدا سياحيا يعكس عراقة الحضارة المصرية. وأكد مدبولي أن هناك حرصا شديدا على متابعة سير الأعمال بمختلف مكونات المشروع بصفة دورية من أجل الوقوف على حجم الأعمال التي تم إنجازها والمعوقات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ لإزالتها ودفع العمل بهذا المشروع الحيوي الذي يمثل أهمية كبيرة على أجندة الأولويات خلال المرحلة الحالية. اللجنة تلقت أوراق الترشح لعدد 4 مترشحين. رفعت أجهزة الدولة ومؤسساتها درجة الاستعداد لانطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 الأسبوع القادم، فيما تضع الهيئة الوطنية للانتخابات لمساتها النهائية على العملية الانتخابية لخروجها بالشكل اللائق وبهذا الاستحقاق. في غضون ذلك تتواصل الجولات الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية قبل ساعة من بدء الصمت الانتخابي غدا ولمدة 48 ساعة. جهود مكثفة تقوم بها الدولة بمختلف أجهزتها وهيئاتها استعداداً لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024 الأسبوع المقبل. وبعد انتهاء عملية اقتراع المصريين بالخارج التي جرت أيام الجمعة والسبت والأحد وشكلت عاملاً محفزاً للمواطنين للمشاركة والإقبال على التصويت في انتخابات الداخل المقرر إجراؤها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء القادمة، انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من وضع اللمسات النهائية تمهيداً لعملية انتخابية تتسم بالسلاسة والتنظيم والشفافية مثلما كان الحال خلال الأيام الثلاثة التي شهدتها عملية التصويت بالخارج. المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن توفير كافة اللوجستيات لإجراء الانتخابات الرئاسية. تم بالفعل التجهيز لاستلام الأوراق، تم الاستعانة وتم عدد الهيئات القضائية المتواجدة 26,000 قاضي، تم الاستعانة ب 15,000 منهم من بين رؤساء لجان متابعة ورؤساء لجان عامة ورؤساء لجان حفظ ورؤساء لجان فرعية. عدد المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية 9,376 مقر انتخابي ما بين مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم ومراكز شباب ووحدات صحية موزعة على مستوى الجمهورية. ولتسهيل مشاركة جميع الفئات في عملية التصويت في الانتخابات، حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على توفير عدد من اللجان بالأدوار الأرضية للتيسير على المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، فضلاً عن عدد من الإجراءات الأخرى التي تضمن مشاركة واسعة. وتم اختيار مقرات اللجان الفرعية لكبار السن وذوي الإعاقة، تم وضع الإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية وكيفية الاقتراع، ودي أول مرة نعملها بشأن ذوي الإعاقة السمعية. تم وضع بوسترات خاصة بذوي الإعاقة السمعية، وتم برضو إعداد بطاقة برايل وتم استخدامها في خارج جمهورية مصر العربية وأتت ثمار جيدة، وتم تجهيز كافة اللجان الفرعية
بكروت برايل تمكين ذوي الإعاقة البصرية لمباشرة حقوقهم السياسية مباشرة دون مساعدة. وأن الأصل العام كان وفقا للقانون يتيح لذوي الإعاقة البصرية الاستعانة برئيس اللجنة الفرعية. كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تخصيص لجان اقتراع لتمكين جميع المواطنين الموجودين خارج موطنهم الانتخابي للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة تيسيرا لهم وضمانا لأكبر نسبة مشاركة. كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أتاحت على موقعها قاعدة البيانات بعد توزيعها على هذه المقرات، وتم فتح باب الطلبات لتقريب اللجان للناخبين، وبالفعل تلقت الهيئة الوطنية 5550 طلب استجيب لكل الطلبات، وبالفعل تم تقريب كل من تقدم بهذه الطلبات إلى اللجان الأقرب له لإتاحة الفرصة للإدلاء بصوته. بالتزامن مع ذلك تواصل الأجهزة المعنية بالمحافظات استعداداتها من خلال جولات ميدانية واجتماعات مستمرة لمتابعة اللمسات الأخيرة لإطلاق العملية الانتخابية مع رفع حالة الطوارئ مع بدء التصويت على مدار الساعة. على صعيد الحملات الانتخابية كثفت حملات المرشحين الأربعة نشاطها قبيل بدء الصمت الانتخابي غدا الجمعة وحتى انطلاق الاقتراع لتعزيز الروح التشاركية وتوعية المواطن بحقه الدستوري في المشاركة. وقامت الحملات الرئاسية للمرشحين الأربعة بالعديد من الندوات والمؤتمرات من أجل شرح وتعريف الشعب ببرامجهم الانتخابية. ومنذ انطلاق التحضيرات للعملية الانتخابية أواخر سبتمبر الماضي تواصلت الجولات والمؤتمرات الانتخابية لمرشحين على الأرض وإعلاميا أيضا في ظهور متكافئ بوسائل الإعلام المختلفة لشرح البرامج في حالة ديمقراطية تضفي على الحياة السياسية قوة وزخما كبيرين، سعيا لتعزيز المناخ الديمقراطي والتأسيس لمسار سياسي يمكن البناء عليه في مستقبل الأيام. أنهت الدولة كافة الاستعدادات والإجراءات للمساهمة في تيسير وتسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات غير القادرة في الانتخابات الرئاسية. وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة اصطفاف السيارات المجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن للمشاركة في العملية الانتخابية، حيث إنه من المقرر أن تنتشر تلك السيارات في كافة الميادين ومحافظات الجمهورية المختلفة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات غير القادرة بمختلف مواقعهم الجغرافية لمقر لجانهم الانتخابية للمشاركة في العملية الانتخابية. تكثف الحكومة من جهودها لتعزيز التوعية المجتمعية بالمشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية عبر جهود الرائدات الاجتماعيات في نشر الوعي بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري. وتشهد محافظات الجمهورية جهدا مكثفا في هذا الإطار، حيث تم تنفيذ ما يزيد عن 1,000,000 زيارة من قبل الرائدات الاجتماعيات للأسر بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتوعية بعدد من المحاور حول الحق في المشاركة السياسية وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة والدور الهام للمرأة المصرية في العملية الانتخابية. يأتي هذا تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. نظمت جامعة طنطا ندوة حوارية بعنوان انزل شارك خليك إيجابي بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وخلال الندوة تم تقديم عرض تناول التحديات الداخلية التنموية والإقليمية التي تواجه الدولة المصرية، وكذلك تناولت أهمية المشاركة السياسية من أجل الوطن الذي ضحى الآلاف من أبنائه بدمائهم من أجل أن يكون للمواطن المصري كافة حقوق المواطنة. كما دعا المشاركون إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات واستكمال مشوار التنمية والتعمير في ظل الجمهورية الجديدة.
أطلق حزب مستقبل وطن فعاليات المؤتمر الجماهيري الثاني بمحافظة جنوب سيناء لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. أقيم المؤتمر بالاستاد الرياضي بمدينة طور سيناء بحضور قيادات الحزب ولفيف من جميع الأطياف. وأفاد الحضور أن المؤتمر تأييدا للرئيس السيسي يأتي دعما للاستقرار والتنمية في كافة المجالات وفي جميع أنحاء الجمهورية. إحنا النهارده ده مؤتمرنا الثاني بعد المؤتمر الأول الحاشد في مدينة شرم الشيخ. طلبت والله مدن النهارده خليج السويس إن يكون في مؤتمر حاشد زي اللي قبله، وده بيدل على حب الناس ومدى قابلية الناس إن يكون لهم متواجدين ويكون لهم كلمة في محافظة جنوب سيناء أرض الفيروز، كلمة دعم وتأييد للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بتأيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة القادمة لأنه فعلا راجل المرحلة القادمة، ونعتبره رد جميل، يعني رد جميل للإنسان عمل جمهورية جديدة وبنى البلد وبنى الإنسان ذات نفسه. طبعاً شايفين التنمية وتنمية ملموسة، لازم نساعد إن احنا ننزل وندعم لاستمرار المسيرة الاقتصادية والسياسية والتنموية، زاد الحفظ على الأمن والأمان. احنا النهاردة جايين نأيد سيادة الرئيس رسالة حب وتأييد لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وربنا يوفقه إن شاء الله لفترة رئاسية جديدة إن شاء الله. طبعا احنا كأمينة مرأة مركزية على مستوى الجمهورية وخاصة محافظة جنوب سيناء، طبعا نزلنا عملنا مبادرة كلنا معاك بنطرق البيوت ونزلنا للوديان والتجمعات بنوعي المرأة البدوية للمشاركة، والمشاركة مهمة من أجل الأمن والأمان والاستقرار والوطن، ولازم يبقى فيه حضور وبيبقى فيه حضور فعال لأهالي محافظة جنوب سيناء. نظم حزب المؤتمر مؤتمرا جماهيريا حاشدا حضره أكثر من 8000 من أبناء محافظة كفر الشيخ بحضور عدد من القيادات. وأعلن الحضور عن تأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي معددين المشروعات القومية التي شهدتها مصر خلال 10 سنوات. أنا النهاردة شفت الحشد اللي أنا شايفه الهائل والكم الهائل من المواطنين الوطنيين الذين يقدرون قيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شايف حاجة مفرحة وحاجة مبهجة، والحمد لله إحنا حزب المؤتمر داعمين للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ترشحه لأول مرة من 2014. تأييدنا للسيد الرئيس، احنا بنأيد السيد الرئيس من 2014، الرئيس اللي ما خافش وما خدش مصر في 2014، وقف جموع مع 2013، وقف مع جموع الشعب المصري في 30 يونيو و3/7، وبدأ مسيرة من محاربة الإرهاب وتنمية في الشمل لجمهورية مصر العربية، تنمية لم تسبق في تاريخ مصر. قال المستشار القانوني لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران إن الحملة تنظم عددا من الخطوات التي ستقوم بها على مدار أيام الانتخابات فور انطلاقها في 10، 11، و12 من ديسمبر الجاري بعد بدء فترة الصمت الانتخابي. وأضاف أن الحملة شكلت غرفة عمليات خاصة تضم عددا من أعضاء حزب المصري الديمقراطي لمتابعة المندوبين على مستوى كل المحافظات واستقبال أي ملاحظات لهم خلال العملية الانتخابية، موضحا أنه سيكون هناك مندوبون دائمون في اللجان ومندوبون في أكثر من لجنة على مستوى الجمهورية. عقدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد آخر مؤتمراتها الجماهيرية بقرية منيا الشيحة بمركز أبو النمرس في محافظة الجيزة. وخلال المؤتمر كشف رئيس حزب الوفد عن تفاصيل برنامجه الانتخابي الذي اعتمد على 4 محاور أبرزها الإصلاح الاقتصادي والإصلاح التشريعي وإصلاح التعليم. النهارده المؤتمر الاخير لحمله الدكتور عبد السند يمامه بعد بورسعيد وبعد الدقهليه وبعد طنطا وبعد المرج، وبنختم النهارده بنقول للشعب المصري عندنا مرشح يستحق ان يكون رئيسا لمصر، عندنا مرشح له برنامج انتخابي، عندنا مرشح وراه تاريخ كبير هو تاريخ حزب الوفد. تابعنا انتخابات المصريين بالخارج يوم الجمعه والسبت والحد، وكان لنا فريق عمل في كل الدول العربيه والاوروبيه والافريقيه والاسيويه على قدم وساق من اعطى بقى المصريين، لكن انا عايز اقول ان المصريين
وما أدوه والمشهد نفسه اللي بناء على التنسيق التام بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية المتمثلة في القنصليات والسفارات كان مشهد رائع يشرف المصريين جميعا. نقول إن العملية الانتخابية حقيقة يعني ودي حاجة تحسب للنظام الحالي، كلها شفافية، الأجهزة بتدعمك بشكل واضح، ما حدش بيقول لك علق يافطة فين وما تعلقش يافطة فين، المساحات في الإعلام مفتوحة أمام الأربع مرشحين. هي ده المكتسب اللي أنا عايز أقول عليه، أقول إن المصريين يستحقوا هذا المكتسب. احنا بنبذل جهد كبير قوي عشان نخفف ما امكن عن اهلينا في القطاع من هذا التطور اللي احنا بنجابه دلوقتي. اكد رئيس الهيئه العامه للاستعلامات ضياء رشوان ان مصر تبذل حاليا اقصى الجهود مع الشركاء من اجل عوده الهدنه في قطاع غزه ومدها لفتره اخرى وصولا للوقف الشامل لاطلاق النار فضلا عن الاسراع بنقل المساعدات الانسانيه والاغاثيه. جدد رشوان ان مصر تفتح معبر رفح البري بصوره دائمه وأن أي معوقات في المعبر تأتي من الطرف الإسرائيلي، مشددا على رفض مصر البات لسياسة التهجير القسري لسكان القطاع نحو سيناء، ومشددا أنه لا يستطيع أحد فرض أمر واقع بالقوة، فالدولة المصرية تمتلك كافة الأدوات التي تمكنها من الحفاظ على أرضها وأمنها القومي. وأكد رشوان أن أي صراعات ومواجهات عسكرية في المنطقة ستخلق تحديات أمنية عالمية، الأمر الذي يتوجب عليه المجتمع الدولي تخليه عن المعايير المزدوجة والتحرك السريع للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة. رشوان شدد مجددا على أن مصر ستظل تتضامن بشكل كامل مع الشعب الفلسطيني وترفض وتدين جرائم الجيش الإسرائيلي، وأنها ستظل تتحرك في مختلف المسارات لوقف هذه الحرب العدوانية واستعادة مسارات التفاوض لإيجاد تسوية سلمية تضمن كل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. We'll be right back.
رحب قادة دول مجموعة السبع بالدور الذي لعبته مصر وتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية إلى سكان قطاع غزة ودورها في الإفراج عن المحتجزين. جاء ذلك في بيان مشترك أعقب اجتماعا افتراضيا لقادة مجموعة السبع ونشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية. وأكد البيان الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر إلحاحا لمعالجة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، وأن قادة المجموعة يشجعون المزيد من الهدن الإنسانية لتحقيق ذلك. كما أعرب البيان عن شعور قادة مجموعة السبع بقلق عميق إزاء التأثير المدمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمنع نزوح المزيد من الأشخاص وحماية البنية التحتية المدنية، وبذل كل جهد ممكن لضمان استمرار المساعدات الإنسانية دون عوائق للمدنيين. كما أدان البيان التصاعد أو تصعيد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين، الأمر الذي يقوض الأمن والاستقرار في الضفة الغربية. يشارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم في عدد من الفعاليات خلال زيارته الحالية للعاصمة الأمريكية واشنطن. يتناول شكري خلال زيارته المواقف والرؤى المصرية إزاء القضايا والتحديات الإقليمية وعلى رأسها الأزمة في قطاع غزة. بعث الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة في 2017 بعث رسالة إلى مجلس الأمن الدولي من أجل إرساء هدنة إنسانية في غزة. وقال الأمين العام في رسالته إنه مع القصف المستمر للقوات الإسرائيلية لقطاع غزة ومع عدم وجود ملاجئ أو حد أدنى للبقاء، فإنه من المتوقع أن يحدث انهيارا كاملا وشيك للنظام العام. وأضاف غوتيريش أن الوضع قد يصبح أسوأ مع انتشار الأوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية نحو البلدان المجاورة. وحذر غوتيريش من أن انهيار الوضع في غزة سيؤدي إلى كارثة قد تكون لها تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة. كما دعا غوتيريش المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واستخدام نفوذه لمنع تصعيد جديد ووضع حد لهذه الأزمة. وتعد هذه المرة هي الأولى التي يستخدم فيها غوتيريش المادة 99 من ميثاق المنظمة، والتي تتيح له لفت انتباه المجلس إلى ملف يمكن أن يعرض أو يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر. دعا نواب في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن إلى بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في غزة. وذكر نواب ديمقراطيون في رسالتهم أنه يتعين على الولايات المتحدة ضمان عدم استخدام الأسلحة التي ترسل إلى إسرائيل بطريقة تنتهك القانون الدولي، معربين عن مخاوفهم من افتقار عمليات نقل الأسلحة الأمريكية لإسرائيل إلى الشفافية. جدير بذكر أن هذه الجهود تقودها في مجلس الشيوخ السناتور إليزابيث وارن، فيما دعا السناتور بيرني ساندرز أحد الموقعين على الرسالة إلى ضرورة وضع شروط على المساعدات لإسرائيل. وعن الأوضاع الميدانية في غزة، استشهد اليوم عشرات الفلسطينيين من بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون، فيما دمرت عشرات المنازل والدبابات والشقق السكنية والممتلكات العامة والخاصة في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة برا وبحرا وجوا.
وأفادت مصادر طبية بالدفاع المدني في قطاع غزة بأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت مسجداً في حي الدرج بمدينة غزة، مما أدى إلى سقوط 12 شهيداً على الأقل وإصابة العشرات بجروح، إضافة إلى تدمير عدد من المنازل المجاورة. وأضافت أن الطائرات الاحتلال قصفت منزلاً في البلدة القديمة في مدينة غزة، مما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء والجرحى، ولم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إلى المناطق المستهدفة وانتشار الشهداء والإسعاف للجرحى بسبب القصف العشوائي. وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعياتها ودباباتها منزلاً في أحياء الزيتون والشجاعية والصبرة شرق غزة، مما أسفر عن سقوط شهداء وإصابة آخرين. لهيب حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لم ينطفئ بعد، فالعدوان الغاشم على الأطفال والنساء وحتى الرضع جاوز شهرين من القتل والحصار والتجويع. خلال شهرين شنت إسرائيل أعنف عدوان على قطاع غزة، خلف حتى الآن أكثر من 16,000 شهيد، بينهم أكثر من 7,000 طفل، فسوت الأرض بأحياء سكنية دون تمييز بين بشر أو حجر. مأساة إنسانية كبيرة يعيشها سكان غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي العشوائي على القطاع بشماله وجنوبه، وسط اشتعال الاشتباكات وحرب الشوارع بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية. في يوم 7 أكتوبر الماضي تخطى هيجان الاحتلال الإسرائيلي حدود ما زعم أنه دفاع عن النفس، فقصفت قوات الاحتلال ودمرت بيوتا آمنة ودور عبادة ومستشفيات، حتى أخرجت جميع مستشفيات غزة عن الخدمة، فأصبحت مراكز تؤوي هؤلاء الذين أخرجوا من ديارهم ظلما وعدوانا. خلال شهرين راهن الفلسطينيون على أنفسهم بصمود أذهل العالم، فدفن الأب ابنه وجلس الابن على ركام منزل ينظر إلى مجهول لم يأتي بعد، وظهرت إسرائيل للعالم بوجهها الحقيقي، فبعد أن لبست لباس الضحية المزعومة وضحت للعالم الصورة الحقيقية لإسرائيل من خلال ما يحدث في غزة، حينما قصفت نازحين لبوا مكرهين أمرا بترك منازلهم والاتجاه جنوبا. لم تكتفي إسرائيل بهذا، فقصفت المستشفيات التي نزح إليها هؤلاء، وجعلت المرضى يفترشون الأرض دون دواء أو حتى أبسط مقومات الحياة من غذاء وماء. أكثر من 60 يوما من الحصار والدمار والقتل والتجويع والتعطيش في ظل صمت دولي بين، ليبقى الصمود الفلسطيني عنوانا لهذه الحرب غير المتكافئة بين آلة إسرائيلية تبطش ونساء وأطفال وشيوخ لا يحملون سلاحا سوى الصمود الذي أذهل العالم. تستمر محافظة شمال سيناء في تقديم مختلف أنواع المساعدات الإغاثية من مستلزمات طبية ومواد غذائية عن طريق مطار العريش الدولي ومعبر رفح المصري، ليتم إدخالها للأشقاء في فلسطين. وقد تخطى عدد الشاحنات التي دخلت لقطاع غزة حتى الآن أكثر من 2300 شاحنة متنوعة. وللمزيد ينضم إلينا الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من هناك. بعد التحية كريم، انقل لنا آخر المستجدات لديك. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل محافظة شمال سيناء ما زالت يعني تستلم هذه وتستقبل هذه المساعدات المختلفة. نتحدث عن أكثر من 2300 شاحنة كما ذكرتم، وبالإضافة لذلك من أمام مطار العريش الدولي وصل عدد الطائرات الذي هبط إلى مطار العريش الدولي حتى الآن أكثر من 285 طائرة محملة بالمستلزمات الطبية والمواد الإغاثية المختلفة التي أرسلت من 29
20 دولة و14 منظمة، وعلى رأسهم مصر بالطبع التي شاركت بأكثر من 70% من هذه المواد الإغاثية إلى الأشقاء في فلسطين. نتحدث عن عشرات وقد تصل لمئات الشاحنات المصطفى على جانبي الطرق، سواء أمام مطار العريش الدولي أو حتى في رفح والشيخ زويد أو حتى أمام بوابة معبر رفح المصرية. سائق هذه الشاحنات يعني يرابطون داخل هذه الطرق وداخل هذه الشاحنات قد تصل لعشرة أيام وعشرين يوما في بعض الأحيان ليصلون إلى الأشقاء في فلسطين، ولكن في حديثنا معهم قالوا أن هذا أقل ما يمكن أن يقدم من أجل الأشقاء. نتحدث أيضا عن دخول يعني إلى الجانب الفلسطيني داخل قطاع غزة 20 شاحنة بالفعل داخل القطاع، ضمن أكثر من 100 شاحنة عبر بوابة معبر رفح المصرية، وهذا ضمن يعني دائما تحركات قوات الاحتلال في عرقلة دخول هذه الشاحنات. تم تجهيز بالأمس 140 شاحنة دخلوا عبر البوابة، وصل منهم فقط إلى قطاع غزة 20 شاحنة، واليوم جاري تجهيز 100 آخرين، ولكن تكدس هذه الشاحنات في الناحية الأخرى يمنع دخول أو وصول حتى الشاحنات إلى قطاع غزة. نتحدث أيضا عن استمرار وصول للمصابين والأشقاء في فلسطين، نتحدث عن 19 عفوا مصابا دخلوا إلى الأراضي المصرية ليتلقوا العلاج في المستشفيات المختلفة، أيضا بالإضافة لخروج عدد 300 من مزدوجي الجنسية اليوم فقط عبر بوابة معبر رفح المصرية. بالإضافة لذلك أيضا سيارة الإسعاف ما زالت متوقفة داخل النقطة الفاصلة بين بوابة معبر رفح المصرية والفلسطينية لتلقي عدد أكبر من المصابين والأشقاء ليتلقوا العلاج هنا في المستشفيات المختلفة. إذا تحدثنا أيضا عن الجانب الهام وهو الجزء الخاص بالوقود، تم إدخال بالفعل أمس شاحنتي وقود ضمن يعني الشاحنات التي من المفترض أن تصل إما للمستشفيات أو حتى للأونروا ليتم توزيعها على الشاحنات، وجاري تجهيز الآن أيضا عدد آخر من شاحنات الوقود دي بصدد إدخالها إلى الجانب الآخر، ولكن دائما ما تعرق قوات الاحتلال حتى دخول شاحنات الوقود. أشكرك على هذه المعلومات الوافية الزميل كريم بيبرس، كنت معنا من أمام معبر رفح البري. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الإسماعيلية حملة للتبرع بالدم من أجل غزة، وذلك بميدان المطافي بوسط المحافظة. وشهدت الحملة مشاركة واسعة من قبل متطوعي مؤسسات التحالف، وأيضا أضافت إلى مشاركة شباب الجامعات وأعضاء النقابة العامة، فضلا عن مشاركة الفئات العمالية داخل المحافظة. يتألق التحالف الوطني بجميع مؤسساته بحملة التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني، وطبعا ده مش جديد على الشعب المصري وقفته بجانب القضية الفلسطينية، ومش جديد على التحالف الوطني طبعا الاهتمام بقضايا الشارع المصري. النهاردة بنشارك في فعالية التبرع بالدم لأجل شهداء مصابين غزة إن شاء الله. النهاردة نازلين عشان أخواتنا في غزة وفلسطين يتبرعون بالدم، والنشط أهل الإسماعيلية ومواطنين الإسماعيلية ينزلوا يتبرعوا لأخواتنا، عشان دي اللي حاجة نقدر نقدمها. قال خبراء اقتصاديون إسرائيليون إن تكلفة العدوان الحالي على قطاع غزة هي الأعلى في تاريخ جولات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث بلغت حتى الآن 191 مليار شيكل، بينما لا يزال ملف تمويل الحرب مفتوحا. كما تراجعت قيمة الشيكل بنسبة 30% أمام الدولار بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. تداعيات عدوان قوات الاحتلال على قطاع غزة تتواصل مع استمرار عمليات استنزاف الاقتصاد الإسرائيلي التي يتوقع الخبراء أن تمتد آثارها المستقبلية لأكثر من عقدين قادمين، حتى يستعيد اقتصاد إسرائيل عافيته ويتجاوز الآثار السلبية للحرب على غزة. ووفقا للبيانات الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية، فإن تكلفة الهجوم الوحشي على قطاع غزة هي الأعلى في تاريخ جولات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث بلغت حتى الآن 191 مليار شيكل، بينما لا يزال ملف تمويل العدوان مفتوحا. في الوقت نفسه تراجعت قيمة الشيكل بنسبة 30% أمام الدولار بسبب العمليات العسكرية في غزة، في وقت توقفت فيه عجلة التصدير الإسرائيلية وارتبكت أسواقها المحلية وتفاقمت فواتيرها الاستيرادية الحتمية، مما أدى إلى ارتفاع حجم عجز الموازنة العامة الإسرائيلية بنسبة 3.7% من الناتج المحلي الكلي لإسرائيل بنهاية العام الجاري. كما توقع البنك المركزي الإسرائيلي أنه في حالة استمرار الحرب على غزة حتى نهاية العام
فسوف يتراجع معدل نمو الاقتصاد الإسرائيلي إلى نسبة 2% فقط بنهاية العام الجاري، وإلى نسبة 1.6% بنهاية العام القادم. تزامناً مع ذلك، تراجعت الأرباح الصافية لأكبر 3 بنوك إسرائيلية خلال الربع الثالث من العام الجاري نتيجة ارتفاع مخاطر الإقراض وما ترتب عليها من خسائر في عمليات الائتمان المصرفي ناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية إلى 5%. الاقتصاد الإسرائيلي أصبح يعاني من ارتفاع مستويات الدين العام الناتج عن الحرب في غزة وتآكل احتياطي إسرائيل النقدي لتمويل آلة الحرب، تزامناً مع ضعف في حركة التجارة والسياحة والإنتاج الموجه للتصدير، وجميعها عوامل تعوق سرعة التعافي. قام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي قام بجولة تفقدية لأجنحة معرض أدكس 2023 والمرور على عدد من الشركات العارضة. واستمع وزير الدفاع من ممثل الشركات إلى شرح لما تضمنه المعروضات لأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية المتطورة في مجال الصناعات الدفاعية. في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لفعاليات معرض إدكس الذي يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من تبادل الخبرات العسكرية مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة، وذلك في تواجد كبرى شركات التسليح العالمية على أرض مصر من خلال مشاركتهم في فعاليات المعرض. وعلى هامش فعاليات اليوم الثالث للمعرض، قام القائد العام للقوات المسلحة بجولة تفقدية لأجنحة المعرض والمرور على عدد من الشركات العارضة، واستمع من ممثل الشركات إلى شرح لما تتضمنه المعروضات لأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية المتطورة في مجال الصناعات الدفاعية، معرباً عن تقديره لكافة الدول والشركات المشاركة بالمعرض. مختتماً الجولة التفقدية بالإشادة بكافة الإجراءات التنظيمية للمعرض والقدرة على استقبال الأعداد الكبيرة من الوفود والزائرين المهتمين بالمجالات الأمنية والصناعات الدفاعية، كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق جيل بويد فيزا المحافظ البحري الفرنسي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث تناول اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والفرنسية. وعقب اللقاء قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية لأجنحة المعرض اطمأن خلالها على مستوى التنظيم والتفاعل بين الزائرين والشركات العارضة للصناعات الدفاعية. وللمزيد من المتابعة حول إدكس 2023 ينضم إلينا مباشرة رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. رامي، دعني في صورة فعاليات المعرض وأبرز الزائرين والتفاعلات التي بداخله. تحياتي لك ولكل
كل متابعينا من داخل مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، حيث ختام فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية، وتحديدا نتحدث عن افريقيا والشرق الاوسط وغيرها من المناطق المؤثرة في هذه الصناعة وبهذا المجال. أما إذا تحدثنا عن المعرض بشكل عام وبشكل كبير من خلال ما يضم من أكثر من 22 جناحا، ويأتي بين هذه الأجنحة الجناح المصري الكبير وهو الأكبر من بين الأجنحة والأبرز أيضا من بين الأجنحة المشاركة في هذا المعرض. نعم، بعدد من الهيئات والمجمعات وأيضا الأجهزة في الصناعات الثقيلة وأيضا الصناعات العسكرية والدفاعية، من بينها مجمع الصناعات الهندسية، نتحدث أيضا عن جهاز الصناعات والخدمات البحرية، وإذا تحدثنا أيضا عن الشركة العالمية للبصريات، ويأتي على رأس هذه أيضا الأجهزة والمواقع الهيئة العربية للتصنيع التي يتواجد بموقعها الآن، وأيضا من أمامنا الجناح الخاص والموقع الخاص بوزارة الإنتاج الحربي. هناك العديد من المشاركات المتعددة في عدد من المجالات المختلفة الخاصة بهذا المجال، مجال التسليح والصناعات العسكرية والدفاعية. إذا تحدثنا عن الصناعات المرتبطة بالبر والبحر والجو، هناك تنوع كبير أيضا بين البلدان وحضور لعدد كبير من الوفود المشاركة من عدد من البلدان سواء الإقليمية أو الدولية والقوى العسكرية المؤثرة في عدد من القارات والمناطق المختلفة. أما إذا تحدثنا عن المعروضات المصرية في هذا الجناح، هناك الكثير من المعروضات الحديثة وأيضا المتطورة والإلكترونية سواء في الهيئة العربية للتصنيع أو أيضا وزارة الإنتاج الحربي. نعم. هناك الكبيرة، وإذا كان لك تساؤل في هذا الأمر. أشكرك جزيل الشكر رامي محمد، مراسل التلفزيون المصري من مقر معرض أدكس 2023. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية أبو عدوى التابعة لمركز كفر سعد، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتم توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة وإجراء تحاليل معملية وأشعة عادية وسونار، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية. ميزة القوافل إن هي بتوصل للمريض لحد عنده، فبالتالي بتسهل على كبار السن والغير قادرين تقديم الخدمات الطبية أو الحصول على الخدمات الطبية. قبل ما بننزل القرية بنراجع آخر بيان إحصائي تم في القرية هنا من خلال مركز المعلومات، بنشوف المكان وبنشوف احتياجاته الصحية وبنشوف الخريطة الصحية الخاصة بيه، بنشوف برضو إيه أكتر تخصصات كان فيه إقبال عليها، بنشوف إيه الأدوية الأكتر استخداما في آخر قافلة تمت في المكان، فبالتالي بنعد إعداد لوجستي في المكان وبندرس المكان اللي هنقيم فيه القافلة، بنشوف ايه العيادات اللي هتوفرها لنا وزارة الصحة عشان نشتغل في المكان، برضو بنشوف الأطباء الأخصائيين والصيادلة والفريق الطبي المتكامل اللي موجود معانا برضو النهاردة، بنجهزه قبلها بوقت كافي عشان نقدر على مدار اليومين بتوع القافلة نقدم خدمة متميزة للمريض. احنا نشكر سيادة الرئيس على المجهودات الكبيرة اللي بيعملها. انا كشفت النهاردة انف واذن وكشفت عظام والحمد لله، وخدت علاج والمعامله هنا معامله كويسه، والاطباء وكل حاجه بيهتموا بالكشف. قالوا ان النهارده في قافله طبيه مشكورا. طبعا انا جيت كشفت رمض والحمد لله، يعني دكاتره ناس كويسين وناس محترمين، وطبعا انا يعني برضو كشفت برضو المعده الحمد لله، يعني دوني العلاج الحمد لله، يعني ناس محترمين وقبلها مقابله كويسه والحمد لله. يعني انا جيت هنا النهارده قطعت تذكرة بطنة وتذكرة نساء وولادة، وبصراحة يعني شاكرين لهم جدا جدا، يعني متقبلين أحسن مقابلة وأحسن معاملة. قوافل طبية موجودة على طول باستمرار، وبنشكر السادة المسؤولين عن التعاون مع جميع الفئات الموجودة، وكل حاجة موجودة بالمجان وكويسة وتمام والحمد لله. يعني
شهدت محافظة الدقهلية انطلاق فعاليات اليوم الأول من مبادرة إنت الحياة بإحدى قرى المحافظة. المبادرة شملت تقديم خدمات صحية وتثقيفية متميزة للأهالي من أبناء القرية بالمجان في ظل تكاتف الجهود لإنجاح المبادرة. النهاردة قافلة متكاملة تضم تخصصات عديدة منها القطاع الطبي تحت رعاية أستاذ دكتور أشرف شومة عميد كلية طب المنصورة، وأستاذ دكتور غادة القنيشي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. قافلة طبية في جميع التخصصات بالتعاون مع وزارة الصحة تقدم خدمة صحية متكاملة لأهالي قرية كفر بدواي. كان في تنسيق واضح ما بين حياة كريمة وبين جامعة المنصورة وبين وزارة الصحة لتقديم الدعم الطبي للكشف على الحالات وتحويلها لمستشفيات جامعة المنصورة، تقديم كل الدعم الطبي ليها ورعاية طبية. موجودين كمان كلجان توعوية، بنقدم كل لجان التوعوية بتقدم كل الدعم في التثقيف والتأهيل والتوعية والتدريب لأبناء البلد. قافلة متكاملة من جميع الخدمات، يوجد فيها قافلة طبية فيها جميع التخصصات يوجد بها جميع التخصصات والعلاج مجاني وتخدم أهل قريتنا. مشارك معنا جهات كتير، جهات حكومية في وزارة الصحة عاملة قافلة طبية، جامعة المنصورة مشاركة معنا في ندوات توعية، وعندنا كمان مؤسسة المجتمع المدني، مؤسسة صناع الحياة، مؤسسة مصر الخير. نهاية النشرة، ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية. الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء كافة الاستعدادات لانطلاق الماراثون الانتخابي، والمرشحون يواصلون جولاتهم قبيل بدء الصمت الانتخابي غدا. دول مجموعة السبع تشيد بدور مصر في تقديم المساعدات لقطاع غزة وتؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمنع النزوح. انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.